رداء أبيض يغطي السماء، جنائن أقحوان وليلك فواح وبياض فل وأرجوان، كأن دمشق أغنية تستلقي على أنغامها ويغار من فرط عذوبتها نيسان. إنه اللحن الذي استلته سعاد بوشناق من رحم الليل لتضيء به صباحات لا ينطفئ نورها، وتبوح عن غد أجمل، وتفرش في الغوطة الدمشقية عباءات حرير وعبقاً أزلياً. وحده الياسمين الدمشقي دليلها إلى الحب، إلى الفرح، إلى الأمل، إلى الحرية. غداً لحن توج مؤخراً في هوليوود كأفضل أداء موسيقي أوركسترالي للعام 2020، ونالت سعاد بوشناق على غدها جائزة هوليوود ميوزيك إن ميديا أوردز، وهي جوائز مخصصة لصناع الموسيقى التصويرية في العالم. غد ضيفتي مشرق لا تسعه الأحلام، المرأة العربية التي تنبض بروح الشرق ودفئه وآفاقه، اجتازت كل الحدود بجنسياتها وثقافاتها، وتجرأت حيث لم تتجرأ الأخريات. أن تقود أوركسترا خاصة بها، كم هائل من الإرهاصات النغمية تدور في رأسها وتنتظر أن تكتب على دفاتر النوتة الخالدة. انفلات على مدى الكون، انعتاق وجودي وصفاء روح، ودروب مفتوحة على الأزل السرمدي، شآم التي اعتنقت إيماناً ومذهباً، هي طريقك إلى جنين في فلسطين الحبيبة. سعاد بوشناق، أهلاً بك. أهلاً فيكي كوليت، وشكراً على المقدمة الرائعة، يعني أخجلتم تواضعنا صراحة، شكراً كثير على المقدمة الحلوة. أهلاً وسهلاً بك في هذا اللقاء عبر تطبيق زوم في إطار النسخة الافتراضية أونلاين لمهرجان الموسيقى والفنون العربية الذي تقدمه الأوركسترا الكندية العربية من مدينة تورونتو منذ العام 2017. مبادرة أولى اليوم استضافة سعاد بوشناق على منصة المهرجان. كل تفصيل في حياتك سيدة بوشناق كان يعد لك الطريق لهوية فنية متميزة، وكأنك نظرت منذ الصغر للموسيقى ولعالمها الساحر. كيف؟ أنا عندي إيمان كبير إنه الإنسان بينولد ومعه هبة معينة بتيجي معه، موهبة، هدية، والمحظوظين منا هن اللي بيكونوا ربيوا ببيوت بتلاحظ هاي الموهبة وبتشجع على هاي الموهبة وبتنميها وتمشي حتى ضد التيار اللي بالمجتمع لحتى تحقق هالحلم لأولادها. فأنا كنت واحدة من المحظوظين جداً إني ربيت ببيت فني، عمتي بتعزف بيانو، بابا سميع موسيقى كلاسيكال من الدرجة الأولى، فوعيت على الدنيا ببيت معبى أسطوانات موسيقى كلاسيكية لبيتهوفن وموتزارت وباخ. وبتذكر بابا كان يوصلني على الحضانة، يعني هاي من أوائل ذكرياتي الموسيقية، إني أروح على الحضانة معه بالسيارة ويحط هو شريط كاسيت عليه ليبل زرقاء مكتوب عليها فيفالدي الفصول الأربعة. بتدور الأيام، وهلأ بعد أكثر من 30 سنة لما أنا أسوق وابني معي بالسيارة وبسمع الفصول الأربعة بتذكر نفس المشهد. فربيت ببيت موسيقي، ماما كمان كانت دائماً تسمع ستيفي وندر وجورج مايكل وفيروز بسيارتها، فدائماً كان في موسيقى حوالينا. عدا عن ذلك أنه كان في نوع من التشجيع على الفنون، لأنه أهلي اثنين هن صيادلة، بس هن اثنيناتهم درسوا صيدلة غصب عنهم، فيعني كتير كانوا يكرهوا فكرة إجبار الإنسان أنه يعمل إشي ضد رغبته. فكنت محظوظة أني انولدت لهالشخصين.
نعم، وحلم الأوركسترا لما لا يزال موضوعاً على الرف، وقد التقت طرقكما أنت والأوركسترا الكندية العربية، ما رأيك؟ نحن الأوركسترا الكندية العربية يعني أنا بعتبرها من أكثر المشاريع نجاحاً وضرورة للجالية العربية بكندا، بس كمان للكنديين ليشوفوا شو عنا نحن كعرب. فأنا تعرفت على مؤسسين الأوركسترا وفا ولميس من بداياتها يعني، وقلنا إنه بدنا نتعاون، بس بعدين كل حدا فينا نشغل بمشاريعه الخاصة، والحمد لله نجاحات الأوركسترا الكندية العربية يعني كلنا بنشهد لها حالياً. وأنا كنت بمرحلة بشغلي عم ببني اسمي كمؤلفة موسيقية تصويرية وللأوركسترا، والحمد لله هلأ بلشنا مؤخراً جداً بلشنا بمحادثات، يعني ما صرنا أسبوعين وفي شيء كتير كتير حلو عم نطبخه سوا، وإن شاء الله رح يكون مشروع رائع يعني إن شاء الله لسنة 2022، بس لنخلص من الوحدة اللي نحن فيها بإذن الله، خصوصاً أن الأهداف مشتركة بينكما، التدريس في يد والتأليف الموسيقي في اليد الأخرى، وتغلب طبعاً كفة الموسيقى. لماذا؟ هلأ أنا طول حياتي من وأنا عمري 5 سنين موسيقية، يعني بلشت أتعلم بيانو لما كان عمري 5 سنين وكملت، ولما أجيت بدي أترك دروس البيانو ما قدرت لأنه أمي هددت أنها تكسر البيانو إذا تركت الدروس، كملت صرت أرتجل. فطول حياتي كنت موسيقية بدمي. اجت فترة بعد وفاة امي بال2007 قررت انه لا انا بدي اعمل شيء لخدمة المجتمع اكثر، انه ما بدي اكون الفنانة اللي دائما همها حالها، يعني بدي اعمل شيء فيه خدمة. فدرست تربية بعد ما خلصت دراستي بالموسيقى والتأليف والتوزيع، وصرت معلمة رياضيات، يعني شيء ما له علاقة ابدا، مع انه الرياضيات والموسيقى على فكرة فيهم علاقة قوية، وأنا دائماً كنت أحب الرياضيات بالمدرسة. وكتير استمتعت بصراحة بالتدريس، بس تعرفي لما يكون عندك شغف ومهنة التدريس بدها تكريس كامل وقتك وقواك، يعني ما بتقدري تكوني معلمة ممتازة وتعملي إشي تاني بنفس الوقت. فأنا قضيت 2 سنين من حياتي كمعلمة عم بألف موسيقى كمان، بعدين قررت إنه لما يصير عمري إن شاء الله 80-90 سنة، إذا بطلع على حياتي وشو عملت فيها، شو بدي أكون عملت؟ وقررت إنه الموسيقى، التأليف الموسيقي هو الإشي اللي فعلاً رح يخليني أكون سعيدة بكبري. Thank you.
لقد حافظت على اللحن الشرقي حتى في تقديم الموسيقى التصويرية لأفلام ودراما غربية. كيف تستلين من الشرق روحه لتمتزج مع روح الغرب بوئام وانسجام؟ هلأ أنا بعمل هالشي، بس أنا مش من أوائل الناس اللي بخلطوا الموسيقى الشرقية مع الغربية. ولما كان عمري 16 تعرفت على أعمال مارسيل خليفة الأوركسترالية، اللي هي موزعة على أوركسترا كاملة بس فيها عود وفيها ألحان، حتى الأوركسترا بآلاتها الغربية عم تعزف ألحان من حياتنا نحن، من ثقافتنا. كمان كنت أسمع موسيقى عمر خيرت اللي هو بيعمل شيء مشابه. فأنا اتجاهي للتأليف أصلاً، يعني أنا اتجهت للتأليف بدال العزف. ما كنت كتير أحب أتعلم قطع مكتوبة لأنه ما كنت أحس إني شايفة حالي فيها. لما أتعلم باخ أو بيتهوفن أو موزارت إنه حلو، بس وين أنا دمي؟ وين شيء عربي؟ وهالشي حسيته بموسيقى مارسيل خليفة وعمر خيرت وغيرهم. فهذا الشيء خلاني أقرر إني بدي أصير مؤلفة، لأنه كان في متعة خاصة جداً أني أجيب لحن شرقي. والموسيقى الشرقية زي ما حضرتك يمكن تعرفي هي مبنية على الألحان أساساً ومش على الهارموني أو البناء العمودي للموسيقى. خلط الألحان الشرقية مع الهارموني الغربية لما ينعمل بشكل مرتب وحلو ومدروس وفيه هندسة موسيقية صحيحة، بالنسبة إلي كان يعطيني شعور كتير حلو. ولما كنت أسمع هالأعمال المبتدئة اللي كنت أعملها لأصحابي كانوا يحسوا بنفس الإشي، فقررت إنه بحب أتوسع بهذا المجال وأكتب لأوركسترا بنفس من هذا القبيل، وهي النموذج معزوفة القلب والعشق الأول في حارات دمشق القديمة التي يفوح في أرجائها عبق الياسمين. هل يحتاج المبدع إلى حافز لإبداعه؟ وهل غربتك عن شام ولدت اللحن العظيم؟ هلأ المؤلف دائماً بحاجة لحافز. هذا الحافز في مؤلفين الحزن بيكون حافز لإلهم، الحنين بيكون حافز لإلهم، مرات الفرح بيكون حافز. أنا من النوع اللي الحنين دائماً حافز لإلي. وقطعة غداً تحديداً كانت نابعة عن حنين كتير كتير كبير للشام، ولتحديداً للشام القديمة، لدمشق القديمة بطقوسها الصباحية. يعني هي كلمة غداً هي بتدل عن يوم جديد، بداية يوم جديد. فأنا تخيلت كل التمشيات اللي كنت أعملها بالشام القديمة خلال حياتي هناك. الطقوس الصباحية لما أصحاب المحلات يفتحوا المحلات يرشوا مي على الأرض، ينادوا على بعض يقولوا صباح الخير من آخر الشارع لأوله بصوت عالي مشان يعني صحصحوا هيك الدنيا بس تبلش تشتغل، عرفتي كيف؟ فهاي الطقوس الصباحية كنت كتير مشتقت لها، خصوصا بغربتنا بكندا. وكتبت القطعة بعز الأحداث الدموية بالشام بال 2015. إجاني دعوة من رائد جذبة مؤسس أوركسترا المغتربين السوريين لأكتب قطعة لأوركسترا، وهذا اللحن كان already موجود ببالي، طورته لقطعة أوركسترا وكنت حابة إني أقدم إشي فيه أمل. والأوركسترا افتتحت أول حفلة لإلها بألمانيا بهاي القطعة، وصارت تقريبا من القطع اللي دائما بيفتتحوا فيها حفلاتهم بسبب هالأمل اللي موجود فيها. Thank you.
رائعة رائعة جدا، تأخذنا إلى مطارح جميلة جدا موجودة في ذاكرة. هل تؤمن سعاد بوشناق أن الموسيقى تورث أيضا؟ أنت تتحدرين من سلالة تحدر منها أيضا الموسيقار المصري الراحل محمد القصبجي، حتى أنك تعدين طفلك لعالم الموسيقى الأرحب بإطلاق اسم أماديوس عليه، أحد أسماء الموسيقار موزار. يعني بوشناق والقصبجي، يلا شو الحكاية؟ هلا على فكره قصه انه القصبجي، هلا القصبجي والدته اسمها عائشه عثمان بوشناق، وهذا الحكي انا ما عرفته لحد ما صرت بنص العشرينات من عمري تقريبا. بابا كان دائما، كنت قاعد بابا اخليه يحكي ذكرياته، فكان يقول لي انه كان هو يروح يزور القصبجي ببيته بالقاهره. بابا درس بالقاهره بجامعه القاهره بالستينات، انه كان يروح يجيب له ادويه لانه القصبجي بيقرب لنا. قلت له من وين هذا الخبر؟ عمري 25 سنة هلأ بتقولي. ففي وجود الموسيقى موجود بالعيلة، يعني حتى في واحدة من أصدقائي على الفيسبوك بعثت لي مؤخراً معلومة عن أول معلمة موسيقى بفلسطين، وكانت من بيت بوشناق إشي هيك يعني. ففي بالعيلة موجود هذا الدم الفني، اللي هو أنا برأيي بتولد مرات من الحروب والمشاكل اللي بمر فيها الإنسان. يعني نحن البوشناق كبوسنيين مرق عليهم تاريخ كتير سيء، وكفلسطينيين كمان مرق علينا. ففي يعني الموسيقى هاي موجودة بدمنا، بس نابعة من شوية عذاب بظن، بس كمان من ثقافة غنية بتشجع الموسيقى. في الختام سعاد بوشناق، متى يحين الوقت لتتفرغي للإبداع النغمي اللحني الذي تستنبطه سعاد من ذاكرتها، من أحلامها، من ملاعب طفولتها، ولا يمليه عليها مخرج أو منتج أو سيناريو سينمائي بعينه؟ هذا الوقت بيجي وأنا بنبسط عليه لما يجي، لما تطلب مني أوركسترا أني أكتب لها عمل ويكون في حرية تامة. يعني إجاني مثلا من أوركسترا المغتربين السوريين كذا مرة طلبوا مني أعمال، وكتبت ما كتبت اللي الشيء اللي أنا بعتبره أحسن أعمالي الأوركسترالية لإلهم وأحسن مؤلفاتي، لأنه كان عندي حرية تامة أنه أعملي شو ما بدك، معك 6 دقائق اكتبي شو ما بدك. إجاني كمان مرة من أوركسترا بألمانيا طلب مشابه، أعطينا رقصة أوركسترالية بمدة معينة وكتبت عمل جميل. في حرية كتير كتير حلوة بالكتابة للأوركسترات وللعازفين. في بنفس الوقت الكتابة للأفلام فيها متعة خاصة جدا، بس الحرية التامة تيجي من طلب هيك بسيط، بس أنت بتعرفي بعقلك أنه رح يطلع عمل كبير ورح يسمعوه كتير عالم. ف هذا يعني تعتبر الحرية المطلقة للمؤلف. نعم، يعني تترشح الأفلام التي تكتبين لها الموسيقى لجوائز عالمية، وهنا يبرز أيضا عمل سعاد بوشناق، على أمل أن تحققي في المستقبل القريب أمنيات كبيرة، وأن نسمع في يوم بأوركسترا خاصة بك سعاد بوشناق، لأن الأحلام لديك كثيرة والمغامرة في حياتك لا حدود لها. شكرا لك على هذا الحوار. شكرا كثير لك كولات، واستمتعت كثير بالحوار. واحد من أهم الوسائل اللي تقرب الناس لبعض. إنه العرب بيطلع منهم فن راقي وعندهم ثقافة جيدة. قدرنا الحمد لله، وهذا هدفنا اليوم وبكرة وبعده، إنه نوصل هاي الرسالة اللي هي الثقافة تبعنا. Yeah.
صوت جامح كشخصية كارمن في الأوبرا الشهيرة لجورج بيزي. استمعنا إلى جولي نصرالله تغني الحب عصفور متمرد من أوبرا كارمن. وإذا كان غناء الأوبرا الكلاسيكي صعبا يتطلب قدرات صوتية خارقة، فإن صاحبة الصوت الميزو سوبرانو تؤديه بسلاسة وسهولة وعذوبة وانسياب. ولدت جولي نصرالله في العاصمة الكندية أوتاوا من أبوين لبنانيين. لا جذور للأوبرا في عائلتها، ومن الجينات ورثت الصوت الجميل عن والدتها وحب الموسيقى عن والدها الذي كان عازف إيقاع متميز في التقسيم على الدربكة كما كان يعزف على الكمانجا. في هذا البيت الذي يصدح بالأنغام ولدت جولي نصرالله لتختارها الأوبرا وهي بعض في أول المشوار. لم يكن لي الإرادة بالاختيار، قالت لي جولي، إذ وجدت نفسي بشكل تلقائي لا إرادي في عالم الأوبرا. أحب الغناء من صغري وطريق رسمها الصوت، ومن يملك الصوت لا يمكن أن يخدش الآذان أو يشوه الألحان. والغناء الكلاسيكي، تقول جولي، يساعدني في أداء كل الألوان الغنائية الأخرى بتمكين وتمرس. الثقة بالنفس وبقدراتها الصوتية لم يأتي من عبث، بل بعد مشوار طويل مصقول بأصول العلوم الموسيقية ومرصع بالتميز والتفرد. قلبي مشرع للصوت، غنت جولي نصرالله من أوبرا دليلة وشمشون. وقد شرع مهرجان الموسيقى والفنون العربية هذه السنة بابه لصوت جياش قوي صباح ليعرف جمهوره به، وتبدأ نواة لمشاركة فنية آجلة وتزاوج بين الموسيقى الشرقية والأوبرا. ربما هل هذا ممكن؟ الجواب في هذا اللقاء مع الفنانة جولي نصرالله. طابت أوقاتك جولي نصرالله، والتوقيت واحد في مدينتنا مونريال ومدينتك تورونتو. طبعا سنتحدث كمقابلة، سأتحدث وأطرح الأسئلة باللغة العربية، ولكن جولي لأنها طبعا لا تتقن اللغة العربية فهي ستجيب باللغة الإنجليزية. مساء الخير جولي. Hello, thank you so much for having me. It's so nice to see you. I'm thrilled to be here and I miss Montreal. I don't know if you know this, but I lived there for 12 years. So it's like a second home to me. So thank you for having me today. Welcome. Hi. Alors, Hi. قريبة أنت جغرافياً جولي من الأوركسترا الكندية العربية، فلماذا لم يقم تعاون بينكما إلى اليوم؟ Well, it is not for lack of trying. We have tried on several occasions. I've spoken with Omar, but every time he has a project or a concert that he wants to talk to me about, I've always had another engagement. So
This has been happening for a couple of years now, but we're still trying to come together. Omar, I love you. You're doing such good things. We are still trying to come together. And in fact, this forum that we're taking part in today is my first engagement with the orchestra. So this is, it's a nice introduction and it's a nice entree. And I know that as soon as things hopefully get back to normal, we will definitely be planning some very good engagements together. I have no doubt. It's just a matter of time. It's been bad timing, but the time will come. The time will come. Sure. الوقت سيأتي لهذا التعاون واليوم ربما هذا اللقاء هو تمهيد لتعاون أكبر ولتعرف جمهور المهرجان بهذه الموهبة الفذة والصوت الجياش عند جولي نصر الله. عناصر كثيرة اكتملت في مشوارك لتضعك في طريق الأوبرا وتقولين إنها هي من اختارتك. نتحدث عن الأوبرا طبعا. كيف ذلك؟ Well, the first thing I did when I was little is join a choir. So there was a parcours, there were several voies, several chemins, but before any of that happened, I was a little kid and I joined a choir at school when I was just 8 years old. And it turned out that at this school, we had a fantastic music program. This is why I feel music programs in schools are so important and I'm passionate about it. Because I had a very good music program in my public school, I became a musician. And all I started with was singing in a choir as a little kid. And that started a spark in me, a kind of empowerment that I felt when I was just a kid. I felt, I'm good at this. I know I can do this. I'm not afraid to stand up and sing in front of people. I think I want to do this more. I think we, as humans, we go to the place where we excel. And all I did was follow my feelings about having a life in music. And quite frankly, it has been such an adventure in such a wonderful and different way to make a living. I finished my public school choir with my choir teacher, who also recommended to my mother that I take voice lessons, and also recommended to my mother that I audition for an opera in Ottawa. And it's at that moment that the wheels became turning, that they were put in motion because my music teacher at my public school recognized that I had talent, and she called my mom to tell her, you should think about doing this. I mean, she must have felt very strongly about it too. She must have seen something in me that I was already feeling, that connection to music. And she saw it and she made sure that I didn't lose it. So that's why she called my parents. And I'm still friends with this teacher to this day, in fact. I'll sometimes be singing, I'm from Ottawa. So I'll sometimes be singing a concert in Ottawa and I'll look up in the audience and there she is. And I'll wave to her. So she's a very Julie, lady. Yeah, but it's very hard for a kid to love this kind of music, you yes. know? How? I don't know. I think this is part of the magic. I mean, when you're little, when I started taking singing lessons, I was 12. I had already been performing on stage for 4 years at school. We would do productions and I was always in them. I don't know how it happens. I think, again, a driving force is that you're good at it. I tried to do Broadway musical theater. I had a rock band in high school. I did other things and I was good, but I seemed to be the best at classical music. And that was, it was a surprise to me, actually. I thought I was going to be Joan Jett. Like, I thought I was going to have a rock band. So when I started winning all these classical music competitions, I felt like, oh, well, isn't that interesting? Like, I discovered something about myself, and so did my parents. And we just followed that path because that was the path of strength that I had. لذلك نقول بأنها نزرت للموسيقى الكلاسيكية موسيقى الأوبرا وهي حاولت في عدة ألوان موسيقية ولكنها كانت تجد
بأن قلبها وعشقها يميل إلى الغناء الكلاسيكي. طبعت أوبرا كارمن مسيرتك الفنية جولي نصر الله، وكأنك نزرت لتلك الشخصية الواثقة الجامحة التي فيها ملامح كثيرة قلبا وقالبا منك. صوت الميزو سوبرانو والشكل الخارجي الغجري والشخصية القوية لامرأة مقدامة لا شيء يقف في طريق طموحاتك. هي كارمن وهي أنت جولي نصر الله. كيف؟ We're like this. I always tell people I feel like Carmen is my soul sister. I feel like to me she's a real person. And the first time my mom saw the movie Carmen, there are a couple of movies made. She came home and she said to me, "Kid, you're a Carmen." And the first time I saw Carmen, I said, "Oh, my mother's right. She was right." I just feel that all the most excellent qualities that this character of Carmen, who's a gypsy, embodies, and she does a lot of bad things too. She runs contraband and who knows what other dark deeds she's doing in the middle of the night. I mean, you know, she's a shady character, but she's also the most honest character. Her most prized possession is freedom. And when you look at it from that point of view, she becomes opera's first feminist freedom fighter. She takes many lovers. She does whatever she pleases. She's happy to have you along. And if you don't want to come along, that's fine. But if she loves you, it's a whirlwind. And when she's done loving you, she's done. She doesn't lie about it. So I feel like that this freedom piece is something that embodies my soul very much. I remember being a little girl and thinking, I know I'm living here with my parents, but man, I can't wait to grow up and just be free. this was the thing I would always think about. And lo and behold, I discovered this character who not only looks physically like me and I physically look like her and it's my voice type, but just the person of who she is resonates so strongly. I've been singing Carmen for a long time. And every time I get up to do it, I find something new and I find a little nuance that I didn't have the last time. And my acting ability just gets better. So it's a real journey for me, this character. And it's a journey that is personal. هي واضحة، تقول جولي نصر الله كشخصية كارمن، وهي ليست ملامح خارجية في الشبه وإنما أيضا في الشخصية. وعندما تحب كارمن فهي تحب من دون حدود ولا مواربة في حبها. جميل كل هذا الكلام عن هذه الشخصية التي تقمصتها وهي سكنت فيك جولي نصر الله. من كارنيجي هول إلى غيرها من خشبات المسارح العريقة، تختارك كندا وجهاً مشرفاً مساهماً في تعزيز مكانة الأقليات العرقية في بلاد القيقب. ومن غيرك جدير باستقبال دوق ودوقة كامبريدج والملكة نور والملكة هيا واستقبال الشخصيات الأخرى التي وفدت إلى هذه البلاد. جولي نصر الله. Well, I'll tell you, it is such an experience singing for people like this, for royalty. I think I think that when I sang the, I'll go backwards. When I sang the anthem for Will and Kate, there were 3,000 media units on me
millions of people saw it around the world. I really, there's no reason in being cavalier. It was like the most terrifying 45 seconds of my life, but I was so proud to do it. They were so close to me. We talked after. They talked to me after. Kate and I had a little girly exchange. She just looked beautiful. And I told her she looked beautiful. And she said, no, you look good. And I mean, it was just this bizarre, surreal performance. But then again, also Queen Noor, when she was visiting Montreal for her Evening for Peace in Montreal, she was surrounded by all these people. And I just remember looking at her face and it was just beautiful. She was radiant and she was just this dazzling presence. And I sang in front of her, she was on stage and my heart was pounding, but I was also just so thrilled to be there. And I also felt like, This is a moment I'm never going to forget. And because of that association, I ended up going to Amman and singing for Princess Haya, who was putting forward a scholarship for women in Jordan to study music in Canada. So there were just all these connections. And that took place in a big ballroom. And I met the princess. And again, it was just What a life, what a way to see the world, and what an incredibly privileged thing to be able to travel to these places and sing for these people and meet these people. It has been extraordinary. Sure. تؤمنين جولي تؤمنين بالصوت وهو زادك وزوادك تقولين إنك قادرة على غناء كل الألوان والنغمات والنوتات ولا تشوهين أي لحن لما لم تكن لك محاولات للغناء بلغة الضاد يعني نحب أن نسمع جولي تغني أم كلثوم هل تستطيعين ذلك؟ So would my mother is she doesn't have to convince me. I want to do it. There's still time in this life. Again, it's kind of like the orchestra with Omar. It has just never been something that I've had time for. I'm either on the road, I host a radio show for CBC, and then I also have a little small business where I produce and sing Carmen as dinner theater. So I have all these things. And because I wasn't born in Lebanon, the language is a barrier, but I could learn it. I mean, it's, you know, I understand and I speak with my mother. I'm not completely useless. I mean, I couldn't do a formal interview like this, but I do, if I'm in line at the grocery store and someone speaks Arabic, I know what they're saying, right? So there are these moments, but I have to carve out the time in between all of these crazy things I have going on to do the Umm Kulthum performance. To do a Fairuz song. I think the best way to do it is to be hired for it. For someone to go, I'm giving you a gig and this is what I want you to sing, Missy, and you sing it, because then you have to do it. But it just has been super challenging with my schedule, which is just around the clock. نسرالله من بيروت وماذا تعني لك الهوية العربية والأصول اللبنانية؟ Well, I have to say that anytime I tell someone I'm Lebanese, they say, are you from Beirut? And I say, no, I was born in Canada. And they go, oh, and I say, I know. It is a beloved city around the world. People have this idealized notion about Beirut, and I don't think they're wrong. It is
arguably the most beautiful city in the world, one of the most beautiful city in the world, with the best people and the best food and the best view. And I was taken there with my situ and my mom when I was 5 years old. So I was very small. I don't really have memories that are very sharp. I was five. I have to go back as an adult. But when the explosion happened in Beirut this summer, I burst into tears. And a girlfriend of mine from work wrote me, as I'm sure many Lebanese and Arab people did, it was such a horrible feeling and a horrible moment, especially with everything else that's been going on in the world. But a girlfriend texted me and she said, I'm so sorry about what's happening in Lebanon right now. And I was texting her and the tears were falling on my phone. And I said, you know what, even though I wasn't born there, my DNA is from there. And I had such a strong reaction. And I was like, that's it. When this pandemic is over, the family, we're all going to go, because I need to go. I need to go. You do feel connected to a place, even if you weren't born there. And I think it is because it's in your soul. It's in the soul of your parents. It's in the soul of the food. It's in the soul of the music I grew up listening to with my mom chopping tabbouleh in the kitchen. It's part of who I am, even though I've never been there. So the explosion last summer really reinforced that in a dramatic way. So now the plan is got to go to Beirut and see, make the feeling bigger, make the feeling deeper. Inshallah. 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 We said, shukran, Julie Nesrallah. Shukran, Colette. Thank you so much.